أجواء الحمد لله حلوة روعة، من أفضل الأشهر في السنة، بتختص في العبادة، بتكون فيها فترة العبادة زيادة شوية على باقي الأشهر، أجواء حلوة جدا، حتى في الشوارع في المناطق كلها في تزيين، في بهجة حلوة لشهر رمضان، أفضل من بقية الأيام، يعني بتدينا فرحة كويسة حلوة. الحمد لله، أول شيء شهر هذا احنا نستناه دائما، لأنه شهر فضيل وشهر رحمة ومغفرة، والواحد قد ما يقدر يكسب حسناته بهذا الشهر. والله الحمد لله بخير، وكل عام طيبين على الأمة العربية بصحة وسلامة. الأجواء تمام، يعني أحسن من قبل، والأمور تمام طيبة، الناس تتسوق، الأمر طبيعي، بس هي الله يفك أمر قصة كورونا هذه، فك الكرب علينا، فشدة وبتزول إن شاء الله، وترجع الأمور إن شاء الله طبيعتها زي قبل. ما شاء الله أجواء حلوة، وإن شاء الله يا رب كل السنة رمضان، ومع دخول مرض كورونا إن شاء الله يا رب نتخلص منه هيك، والناس يعني دب الدنيا، والحمد لله يا رب إن شاء الله السنة كلها رمضان. أجواء حلوة، جبنا زينة للبيت وهيك، وانبسطوا الصغار والكبار والحمد لله، وعلقنا الزينة في البيت وهيك شيء. والله إذا كان إحنا إنا في الأول طبخات شكل، وهالحين الأيام هادك بدهم إشي شكل حسب يعني ما بشوف، اللي بده بيتزا، اللي بده كب، اللي بده حاجات يعني نواشف وصواني، وكله مشاوم زي ما كنا يعملوا هالطبخة، والكل يأكل منها ومع السلامة. السمبوسة، البروبة، في برضو الفتة، هذه الفتة مشهورة في خان يونس وفي غزة، يعني كلها إحنا بنعمل الفتة بشكل كتير يعني معروفة عندنا. برضو في المقلوبة، طبعا اكلات طبيخ والاشي زيك لسه موقفينها، احنا برمضان ما بنعملهاش، كله اكلات خفيفه وغريبه هيك. انت عارف الجيل هذا ما بحبش الاكلات، والهذا بحب اشي خفيف زي معجنات، اكلات معينه يعني زي هيك. مقبلات يعني الشوربه والسمبوسك زي هيك، والمخشي هذا لازم يعني طبق اساسي هو والسمبوسك والبازيلا. طبعا الرقم واحد المقلوبه المشهورة، الشعب الفلسطيني فيه المفتول، يعني تقريبا هذول من أفضل الأكلات. باقي الأكلات معروفة، يعني أفضل أكلتين على مستوى الشعب الفلسطيني والكل بحبها. والله أنا بفضل عصائر طبيعية، يعني أفضل العصائر الطبيعية، أنا بفضل إن أفضل عن اللي هو النظام الموجود في السوق. أنا عصائر الحمضيات، منه الليمون والبرتقال، الفراولة بالموز، كل يعني شيء طبيعي، هذا أفضل وصحي أكثر. طبعا لقيت إحنا العصائر المتوفرة أكثر إشي عندنا اللي هو الحمضيات عشان تفيد أكثر وتعوض الجسم، وفواكه طبيعية بنجيبها، والحمد لله متوفر عندنا جميع أشكال الفواكه هنا في غزة، يعني أرضنا ومناخنا مناسب لزراعة أي إشي، والحمد لله الإشي الواحد قد ما يقدر يعوض بالإشي الطبيعي. مشروبات رمضان عندك خروب، إلكسوس، توتو موز، فراولة، مانجا، برتقان، الصودا عندك الكولا والهدولة، الصوبيا البيضة اللي هي طعم الأناناس، هذه جوز الهند، التوتموز، الخروب، في احنا بنعمل مثلا عصير برتقال او ليمون من البيت، بنعمل احنا العصير مثلا، احيانا بنجيب العصير المحلل مش كثير لانه مش مفيد كثير. العصائر انا بفضل عصير بينتو والخروب. والله احنا بنجيب من هذا العصير القلان جاهز، واحيانا بعملهم الكركديه، عصير الليمون،